لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل مع ضيفي الدائم السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته سيدنا، وحياكم الله. السلام ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله. نعم مشاهدين الكرام، ما زال الحديث عن أحكام الأغسال، وكذلك في الحلقة الماضية تكلمنا عن غسل مس الميت، واليوم نتكلم عن غسل الميت. إذن سيدنا، بما أنه الحديث هو متواصل مع الحلقات الماضية، فاليوم إذا أمكن نتعرف عن أحكام غسل الميت، ما هي الأحكام بصورة عامة لغسل الميت؟ تفضل بالإجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. دليل غسل الميت، نعم. الإنسان وهو حي يرزق له أغسال، وقد تقدمت في الحلقات السابقة، وكان آخرها غسل مس الميت. في الكيفية كلها بكيفية واحدة، اللي هي كيفية غسل الجنابة، إما بالغسل الترتيبي وإما بالغسل الارتماسي، وقد مر ذكره جميعا في الأغسال التي مرت. أما غسل الميت فلأن الميت جثة هامدة، بعد ذهاب الروح من الجسد، انتزاع الروح من الجسد، يبقى جثة هامدة، فتكليف الغسل ينتقل منه إلى الحاضرين، إلى الأحياء الموجودين، نعم، هم الذين يتولون غسل هذا الميت. بل نعم، بكيفية غسل الجنابة التي مر ذكرها سابقاً، ترتيباً أو الارتماساً، وإن كان الترتيب هنا في غسل الميت هو الأولى. نعم. يعني غسل الارتماس يكون بمرتبة أخرى ثاني، أما الغسل المطلوب في غسل الأموات هو الغسل الترتيبي، لكن بثلاث غسلات. يعني إذا سمحت لي قبل أن ندخل في مسألة كيف يغسل الميت، يعني سيدنا، إذا كان الميت على جنابة، هل بالأول أول مرة يغسلوه غسل الجنابة وبعدها من ثم يغتسل غسل الميت أم لا؟ لا، لا يشترط ذلك، حتى وإن مات وهو مجنب مثلا، نعم، فغسل من هذه الغسلات تكفي عن أحسنت غسل الجنابة، أحسنت، أو أي غسل آخر إذا كان مترتب عليه، أحسنت، على هذا أحسنت الميت. بارك الله فيك. زين سيدنا، كيف يغسل العادة الميت؟ بلي، أولاً في المغتسل يجرد من الثياب، نعم، يعني الجنازة أو الجثة هذه حينما توضع على دكة التغسيل تجرد من الثياب وتغطى عورة الميت سواء كان ذكراً أم أنثى، نعم، والمتولي للتغسيل إذا كان الميت ذكراً فالمتولي ذكر، وإن كانت أنثى فالمتولية للتغسيل أنثى. والوجوب أولاً على من يلي الميت من أولاده ومن أقربائه، هم الذين يلون تغسيل هذا الميت. فإن لم يكن هناك ولي، فأقرب الناس لهذا الميت هو يكون وليه.
أما إذا كان هناك ولي ولكنه لا يستطيع أن يغسل الميت، فيستأذن المغسل من الولي في أن يلي التغسيل. أحسنت. حينما يوضع الميت على دكة التغسيل يجرد من الثياب كما قلنا، ثم بعد ذلك يغسل بثلاث غسلات. نعم. غسلة منها تسمى بالماء القراح، يعني بالماء المطلق، وغسلتان، غسلة بماء السدر وغسلة بماء الكافور. ولكن ماء السدر وماء الكافور يوضع فيه مقدار من السدر ومقدار من الكافور في هذين الماءين على أن لا يسلب إطلاق الماء، بمعنى آخر أن هذا الماء الذي يضاف إليه السدر أو الذي يضاف إليه الكافور أن لا يكون مضافا بهما، لأن الماء المضاف كما قلنا في سابقا في حلقات متقدمة أن الماء المضاف لا يطهر، فلا يستخدم حينئذ في تغسيل الميت. نعم، يلقى فيه شيء من السدر أو شيء من الكافور ليقال هذا ماء كافور وهذا ماء سدر، شيء أحسن قليل. أحسن. وهذا القليل لا يجعله مضافا، يبقى على أنه شنو؟ يبقى مطلق. زين سيدنا، إذا سمحت يعني لابد هناك فد مقدار معين لوضع السدر والكافور بالماء المخلوط. بلي. ما هو هذا المقدار؟ المقدار عرفي، يعني الحكم فيه عند العرف عند الناس. لما تجي واحد وتقول له تحط بي شوية مثلا سدر بهذه السطلة من الماء، ها، وتقول له هذا ماء شنو، لما يباوع بيها يقول لك هذا ماء قراح، ماء مطلق. لكن إذا وضعت كثير من الكافور شو راح يقول لك؟ راح يقول لك هذا مو ماء مطلق، هذا ماء كافور، يعني سلبه الإطلاق. إذا سلب الإطلاق يعني صار ماء مضاف. الماء المضاف لا يغسل به الميت، وإنما يغسل بالماء المطلق الطاهر. بلي. أحسنت. ربما سائل يسأل جنابكم يقول ما هو السدر وما هو الكافور؟ السدر ورق شجر السدر. أحسنت. الذي يسمى بالعامية النبق. النبق. أي هذا الأوراق مالته يأخذوه ويجففوه بعد ذلك يطحنوه. أما الكافور فهو مادة أيضا نباتية ورائحتها قوية، رائحة نفاثة، ويستخدم في العطور في أغلب الأحيان. أحسن. زين هنا من راح يعني الكافور والسدر يضيفوه بالماء سيدنا، لابد هو راح يعني الماء راح يتغير لونه، راح احنا انطينا في الحلقات الماضيه صفات للون المطلق، يعني للماء المطلق، هنا ما راح يغير من هذا الصفات الماء؟ احنا من نضع الكافور نضع فيه شيء من الكافور في هذا الماء، ما نضع مثلا الشيء القليل جدا ولا الكثير جدا، شيء عرفا يقال عن هذا الماء انه ماء مطلق. نعم. تمام. حتى وان وضعت شيئا فيه، لكن إذا وضعت كمية كبيرة مثلاً من السدر، نعم، أو كمية كبيرة من الكافور، حين ذاك يسلبه الإطلاق، ما راح يكون هذا ماء مطلق. نعم. فلا نستطيع أن نغسل الميت به. أحسن. هذا هو المعنى. أحسن. ربما كذلك إذا نضرب مثال إذا سمحت لي، إذا لا يوجد لا سدر ولا كافور بماذا يغسل الميت؟ يغسل الميت ثلاث غسلات بالماء المطلق، بالماء القراح، يعني ينوي في الغسلة الأولى أن هذه غسلة الماء القراح. نعم. وينوي في الغسلة الثانية أنه غسلة بالماء السدر. بلي. حتى وإن كان ماكو سدر. والثالثة أنه، نعم، هذه الغسلة غسلة بالماء الكافور وإن كان ماكو كافور. لاحظت؟ بس المهم ينوي أن هذه الغسلات الثلاثة، واحدة بالقراح، واحدة بالسدر، والثالثة بالكافور، بالنية. 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 نعم. بالنية، يعني مو إلا يجيبون الكافور. لا لا. ولا إذا لا يوجد، أو هو عدم الوجدان شنو؟ إنه مثلاً في حال التغسيل دوروا على السدر والكافور عند العطارين، عند غيرهم ما لقوا. بني. أو مثلاً الثمن مالته غالي،
يرهق الورثة، يرهق ما عنده مالية هذا الميت، ما عنده مثلا واحد تبرع بهالمسائل. هذا هو معنى عدم الوجدان. أو ربما سيدنا يعني عدم توفر السدر والكافور، أو إذا عدم كانت توفرها مثلا يعني في الأسواق، مثلا إن كان في الأسواق أو في بعض الأحيان في جبهات القتال ما تتواجد عندهم يعني السدر والكافور. جبهات القتال إذا كان هذا شهيد وبحسب الضوابط مال الشهادة، نعم، هذا ما يحتاج مولانا، لأنه يدفن بثيابه. نعم سيدنا، بما أنه هو يعني إذا سمحت لي، الكثير من المراجع أو البعض منهم انطفى ضوابط معينة مثل ما جنابك بينت، الله يحفظك إن شاء الله. البعض منهم قال على أنه الشهيد لا، هالمرة يعني يغسل هذا الشهيد ويدفن، والبعض لا، ذكر على أن الشهيد لا، بملابسه بثيابه يدفن. أنا هنا قصدت على أنه سيدنا البعض ما يحضر كافور ولا يحضر سدر من هذا الباب، الله يحفظكم إن شاء الله. سيدنا إذا سمحت لي السؤال البعدة، شنو شروط المغسل أو مغسل الميت؟ بلي، هذا اللي يتولى الغسل بلي في بعض المكانات أو الأماكن عفوا، نعم، في النجف، في هنا في كربلاء، تسمى مثلا هذه الدائرة قبل المدافن أنه هذه أماكن لتغسيل الموتى، ويوجد فيها عاملين يعملون سواء كادر نسائي أو كادر رجالي، يشتغلون بهذا المغسل يغسلون الموتى. على أن يشترط في المغسل أو الذي يتولى الغسل أن يكون مسلماً إثنى عشرياً، يعني شيعياً إثنى عشرياً، هذا المقصود، أن يكون بالغ مو تحت سن البلوغ، نعم، بلي، وأن يكون عاقل مو مجنون أو مثلا يأخذ صرع في بعض الأحيان، نعم، كالجنون الإدواري، أن يكون عاقلا، وأن يكون عالم بمسائل التغسيل وأحكام التغسيل، عالم بهذه الأحكام وبهذه المسائل، مو مثلا بكل الشروط لكنه لا يعلم كيف يغسل الموتى، ما عنده خبرة بالمسألة، أو مثلا مسائل التغسيل ما يعرفها، أو أحكام التغسيل ما يعرفها. لا، في هذه الحالة هاي المسألة مهمة جدا في من يتولى تغسيل الموتى. نعم، لاحظت المسألة؟ بلي. هذه هي الشروط اللي احنا نعنيها في الشروط اللازمة للذي يتولى تغسيل الموتى. زين سيدنا، إذا ما توفرت هاي الشروط شلون الميت شلون واحد يدفنه؟ يعني المفروض انه هذه الشروط متوفرة، وإلا لو فرضنا هناك ميت مسلم، تمام، يتولاه المسلمين، المسلمون في هذا البلد هم الذين يتولون تغسيل موتاهم حتى وإن كان في بلد أجنبي. ملي. فرضية مثلا أن لا يوجد هناك مسلم مثلا، أحسن، تنتقل المسألة إلى المسلمات، إذا أكو مسلمة تتولى تغسيل هذا الرجل المسلم حتى وإن كانت غريبة عنه. وإذا ما والعكس أيضا كذا سيدنا، إذا ما تعرف بأحكام الغسيل، يعني أنا من سألت هذا على أنه نفترض ما توفرت هذه الشروط اللي جنابك ذكرتها، البعض فرضا في البادية من يتوفى عندهم شخص ما راح ينقلون المدينة، إذا فرضا ما نقلوا المدينة هنا شو راح يدفنوا؟ هو الوجوب، وجوب تغسيل وتجهيز الميت. بلي. هذا إذا مثلا دفن بلا تغسيل من جهلا، نعم، ما يعرفون أنه هذا الميت يغسل مثلا، في هذه الحالة بلي هم دفنوه، هذا عملهم، لكن حينما يبلغ الأمر لإنسان مسلم عالم ويعرف أنه هذا اندفن بلا غسل، ينبش القبر ويخرج، زين، بشرط أن لا يكون قد تلاشى جسده، يعني مثلا صار له مثلا يوم يومين من دفنه يقدرون يطلعوه ويغسلوه. بلي. لكن إذا 20 سنة، 10 سنوات، 20 سنة، هذا من ميت شي يطلعون من عنده بعد؟
هذا تلاشى جسده. أحسنت. يعني انتهت المسألة. زين، هل من الممكن سيدنا على أنه الرجل يغسل المرأة أم لا؟ في حالة الاختيار لا، الرجل الأجنبي عن المرأة الأجنبية لا يجوز تغسيل أحدهما الآخر إذا كانوا شنو؟ كل واحد أجنبي عن الآخر. نعم. أما إذا كان زوجته مثلاً المتوفى زوجة هذا الرجل، حين ذاك يجوز له أن يغسل زوجته، وبالعكس أيضاً يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. لاحظت؟ لكن هناك احتياط استحبابي عند السيد الله يحفظه، عند المرجع الكبير السيد صادق الشيرازي الله يحفظه، هناك احتياط استحبابي في عدم جواز هذا ايضا، في انه الزوج يغسل زوجته او العكس. احسنت. زين سيدنا، ما حكم اخذ الاجره على تغسيل الميت؟ تغسيل الميت الاجره هنا مسالتين بالاحرى. مرتين هذا اللي يتولى الغسول يعني هو قاعد يقول انا اعطوني فلوس اغسل، تمام، طينوا اجره قوموا وياك اغسل، ما تطينوا اجره ما قوموا وياك اغسله. لاحظت؟ يعني هو ناصب نفسه لذلك، هذا يحرم عليه اخذ الاجره او يحرم له اعطاء الاجره. اما لا، واحد كلفه قال له اغسل الميت مالتنا، قام غسل بس ما طلب اجره. انت اذا تريد تطي بهذا الداعيه بهاي فلوس لك مو حرام، هاي واحدة. اثنين، يقول اعطوني أجرة لكن مو على التغسيل، وإنما الأجرة على بذل الماء مثلا، بذل السدر مثلا، بذل الكافور مثلا. وإذا هو ذني مالاته عنده، هو هم يغسل الميت وهم مات شنو يبيع لهم ذني، فتكون الأجرة مقابل هذه الموات مو مقابل التغسيل. وإذا كانت فرضاً ذن المواد يبيحن فتسعر كلش غالي؟ لا، هو المتعارف، يعني فوق. المتعارف يبيع الكفن مال الميت يبيع 150,000 دينار، بينما هو بالسوق مثلاً شقد؟ تقريباً 15,000 دينار. خب هنا ورثة الميت بهالحالة يجيبون واحد ثاني، اكو خيارات مثلا. لو ما انحصر بهذا هنا، بس مرخصتك هنا نقدر نطلق عليه الناس مسلطون على اموالهم كيف يريدون. هو ما دام يملك السدر، ما دام يملك الكافور، يملك القماش اللي هو المناسب للكفان، اي نعم، الناس مسلطون على ما ملكوا. احسنت. اي هذه القاعده تجري عليه، ولي الميت هو حر في هذه الحاله. نعم. له ان يشتري هذه المواد منه، وله أن يشتري هذه المواد من آخرين، هو حر. أحسنت، بارك الله بك. سيدنا، إذا فقد الماء أو كان هناك مانع من استعمال الماء فكيف يغسل الميت؟ فقبل الإجابة اسمح لنا نذهب فاصل ونواصل الحديث معكم. خدمتكم سيدنا. إذن مشاهدين الكرام لا تذهبوا بعيداً، فاصل وراجع نقرأ. إذا كانت الزوجة من الكاظمية والزوج من كربلاء والآن هما يعيشان في الغرب، كيف تكون صلاتهما إذا رجعا إلى هاتين المدينتين المقدستين؟ إذا أعرض الإنسان عن وطنه بأن لم ينوي الرجوع للبقاء فيه، فإنه إذا زار أهله فيه قصر وأفطر، وإذا لم يعرض عنه بأن نوى الرجوع إليه متى توفرت الشروط للرجوع، فإنه إذا زار أهله فيه أتم وصام. شخص سافر إلى منطقة ما ونوى الإقامة فيها 10 أيام، وعلى هذه النية صلى تماماً وصام، وفي اليوم الرابع أو الخامس حصل له أمر طارئ في وطنه أو أنهى العمل الذي جاء من أجله، فنوى أن يعود إلى وطنه قبل 10، فسافر إلى وطنه في اليوم 6 أو 7، فما حكم صلاته وصيامه؟ يصوم ويصلي تماماً في فرض السؤال ما دام في تلك المنطقة. أسكن في مدينة معينة وسوف أبدأ الدراسة في مكان آخر يبعد مسافة شرعية، وسوف أسكن في ذلك المكان 5 أيام من كل أسبوع،
وأسكن في بلدي يومين، وسوف يستمر الحال لمدة سنتين تقريبا، فما حكم الصلاة في أول أسبوع؟ وما حكم الصلاة في الطريق بين المدينتين؟ في فرض السؤال، تصلي في أول سفرة حين الابتداء قصرا، ثم تتم الصلاة في مكان الدراسة وفي الطريق فيما بعد ذلك، علما بأنه كلما انقطعت عن السفر 10 أيام قصرت في السفرة الأولى فقط ورجعت بعدها إلى التمام. هل المصانع والمعامل والمدارس والمزارع والإدارات الحكومية والمطاعم والمقابر وأماكن الترفيه وما شابهها تدخل في حساب نهاية البلد للمسافر أم فقط جدران المنازل؟ مبدأ حساب المسافة الشرعية آخر البلد، ويتحقق بآخر البيوت، ولا عبرة بالمصانع والمزارع ونحو ذلك. بالنسبة للمسافر، هل مسافة 22 كيلومتراً ونصف الكيلومتر تكفي لأجل التقصير؟ أم يجب أن تكون 45 كيلومتراً؟ المسافة الشرعية 44 كيلومتراً، ولو بأن يكون من مجموع الذهاب والإياب، فإذا قصد الإنسان قطع هذه المسافة كان مسافراً ووجب عليه القصر، وابتداء القصر يكون فيما إذا تجاوز حد الترخص، يعني بأن يصل إلى مكان لا يرى فيه جدران بيوت البلد ولا يسمع أذانا. نعم مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم هداية السائل، وكذلك نرحب بسماحة العلامة السيد ظافر الفياض، حياكم الله سيدنا مجددا وأهلا وسهلا. حياكم الله سيدنا، الله يحفظكم إن شاء الله. نعم مشاهدين الكرام، وكذلك نذكركم على ما يطرح في هذا البرنامج من مسائل فقهية هي مطابقة لفتاوى آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي أدام الله ظله. وكذلك مشاهدين الكرام، للمشاركة والتواصل مع هذا البرنامج يمكنكم أرسال استفتاءاتكم وإن شاء الله نطرحها على جناب السيد عبر الواتساب الموجود أسفل الشاشة. إذن سيدنا، كان سؤالي قبل الفاصل، إذا فقد الماء أو كان هناك مانع من استعمال الماء، لأن بعض الأحيان سيدنا الجثث إذا توضع عليها ماء بها فد أمراض معينة تتفسخ هذه الجثة، فيكون مانع من استعمال الماء. هنا كيف يغسل الميت؟ بلي في هذه الحالة، نعم، إذا فقد الماء أو كان هناك مانع من استخدام الماء، في هذه الحالة ييمم الميت، يعني كما يتيمم الحي ييمم أيضا الميت الجنازة. كيفية التيمم هي نفس الكيفية التي يتيمم بها الحي، بدل الغسل بلي، أو بدل الوضوء. نعم. لاحظتوا هنا ما عندنا وضوء، عندنا غسل، بما أنه لا نستطيع استخدام الماء أو لا يوجد ماء، حينئذ كان بديله شنو؟ التيمم. التيمم إما أن الذي يتولى ذلك يضرب بيدي نفسه، هو يضرب بإيديه التراب وينفض التراب من عدهن ويمسح جبهة أو جبين الميت ويمسح على يديه بنية. نعم. التيمم بدل شنو؟ الغسل، ويكرر هذا 3 مرات. شلون الأغسال 3 مرات؟ يكرر هذه العملية أيضا 3 مرات على الميت، واحدة بدل الغسلة الأولى، بدل الغسلة الثانية، بدل الغسلة الثالثة، وهكذا. أحسن. زين سيدنا، طبعا ذكرت سؤال جدا مهم. تدري هذا البلد متعرض إلى دائما، شيعة أمير المؤمنين متعرضين إلى تهديدات، وهذه التهديدات هي من ضمنها الانفجارات. من تروح هاي الشهداء تبقى الجثث أشلاء. بل. فهنا بعض الأحيان يجمعون الجسم كله عبارة عن مجموعة، يصير من لحم والعظام وشيء، هذا شلون يدفنوا هنا؟ المقصود كيف يغسل، يعني كيف يغسل وكيف يدفن؟ كما تتذكر في، نعم، يمكن حلقة سابقة ذكرنا مسألة أنه كيف تغسيل
مسألة جثثها. نعم. طبعا إن كان فيها عظم تغسل وتكفن، تمام؟ هذا مع وجود الماء، خب وحدة وحدة من عند هندن الأعضاء. نعم. تغسل وتكفن. وإن كان ما موجود ماء أو ما قدرنا نصب عليها الماء لأن مثلا أكو اختلاط شديد مثلا وما نعرف مثلا هاي الأجزاء أي جزء، مثلا هذا الجزء مثلا الذي يجب تغسيله وتكفينه أو هذا فيها اختلاط معين مثلا ملي. إذا كان فيه في هاي المجموعة الرأس واليدين ييمم أيضا، يعني يضرب بيدي نفسه ويمسح على جبين على هذا الرأس جبين واليدين. إذا كان أكو رأس ويدين، إذا كان أكو بينهن رأس ويدين. نعم. حين ذاك إحنا نجري عليه التيمم. ولكن إذا هذا كله في شنو، كله على فرض عدم وجود الماء أو عدم استطاعتنا استعمال الماء في تغسيل هذه الأشلاء مثلا. أحسنت، بارك الله بيك. لعد اسمح لي أخذ أسئلة المشاهدين. أحد الأخوة يقول أنه زوجتي توفت، يعني يذكر على أنه هو يذهب إلى أهل زوجته، أو السؤال كما هو يقول زوجتي توفت وأنا أذهب إلى المقبرة في الليل وكذلك أذهب إلى بيتهم وأجلس مع أمها، هل هذا يجوز أم لا؟ زيارة القبور بها فيها استحباب وبها أجر أيضا، بس سواء كانت نهارا أم ليلا ماكو فرق. أن يذهب إلى زيارة الميت نهارا ليلا فجرا، المهم إذا كانت ضمن ضابطة الزيارة. نعم. وليش يريد يروح يزور؟ ها؟ إما رحمة للميت، قراءة فاتحة، تذكر الموت، أخذ العظة من ذهاب لزيارة. نعم. القبور. نعم. وشنو يأخذ من عتن غير ذن المسائل، تمام؟ نعم. فماكو فرق إذا سواء ذهب ليلا ذهب نهارا ذهب فجرا ماكو فرق. نعم. هذه مسألة. أو الذهاب إلى بيت الزوجة مثلا بيت أهلها، يعني إيه هذا من قبيل صلة الرحم. نعم. أي وتبقى العلقة حتى وإن توفت زوجته عند مثلا أم زوجته، هذه خو محرم عليه أبدا، محرمة عليه أبدا إلى يوم القيامة. لاحظت هاي أم زوجته، يعني حتى يقدر يدخل عليها، يقدر مثلا لو توفت يقدر هو يغسلها مثلا إذا ما كان إلى ولي. زين. هو واحد من أولياءها اللي يغسلونها. اسمح لي سيدنا على أنه هذه العلقة جنابك ذكرت أو طرحتها بها فد مدة معينة، يعني فرق إذا كان أبو سنة زوجته من زوجها وبعدها توفت أو صار له 10 سنوات؟ حتى لو عقد عليها لمدة ساعة، حتى لو كان مجرد عقد، عقد بدون إدخال مالي بدون دخول، هذا مجرد العقيد خلص سوى حرمة بين الزوج وبين أم. نعم. الزوجة. أحسن، بارك الله بك. كذلك أحد الأخوة يسأل يقول بما أنه إحنا بعد مقبلين على أيام عرفة، يسأل هو صاحب موكب يقول عندي بعض الأموال تبقى من الموكب، يصير أنه يعني أنطيها قرضة حسنة أم لا؟ إذا كانت موقوفة لنفس الموكب بلي. أو للحسينية وهو صاحب الموكب. إذا كانت موقوفة وبشروط الواقف أو الواقفين. نعم. ما يشترطون مثلا التصرف بهذه الأموال إلا للموكب. نعم. حين ذاك لا يستطيع أن يقرض هذا المال حتى وإن لو كان متولي هو أيضا. ليش؟ لأنه الواقف أو الواقفين لهذا المال قالوا هذا المال للموكب أو لهذه الحسينية أو لهذا الجامع، خلص بعد ما يقدر يصرف لأنه الواقف حدد ذلك شرطه. نعم. أما لو كان مطلقا. نعم. قايل له هاي فلوس انت براحتك تصرف بها للموكب شلون ما كان، سواء للموكب أو غير الموكب. لا هو دا يتبرح وبعد الموكب دا يتبرح. لا مثلا ممرة يطي هاي الفلوس على أن تصرف هنا، هاي يسموها. نعم. وقف. ومرة لا تبرع، هيك تبرع مطلق. أنت أيها المتولي على الموكب اصرفها شلون ما كان، أو لا تصرفها، خليها مثلا للسنة الجاية، أو خليها قرضة، أعطيها قرضة للناس حتى يستثابون. أحسن. من أحسن. ذلك في أحسن. هذه الحالة يقدر صاحب الموكب
يتصرف بهذا المال ويستطيع أن يقرضه للآخرين وغير ذلك. أحسنت سيدنا. وكذلك يسأل جنابه يقول التصرف في المواد الغذائية، هل من الممكن أتصرف بها بعد ما تنتهي يعني ينتهي الموكب، تنتهي إن كانت الزيارة وتبقى مواد غذائية؟ أكو مواد غذائية سريعة العطب. نعم. يعني مثلا الطماطم وما تبقى سنة كاملة هاي الطماطم. نعم. أو مثلا بعض الخضروات خم تبقى هالمدة الكبيرة، يعني من هذه مثلا من هاي الأربعينية للأربعينية الجاية خم تبقى هذه المواد، تبقى كل هذه المدة لا رز ولا طحين ولا أي مادة ممكن أن تبقى لهذه المدة. فعليه هذا المتولي للحسينية أو للموكب يقدر يصرف بهذه المواد بيعا، هبة، مثلا يقرضها الأحد على أنه إذا أجدت الأربعينية يعطي مثلا بديلها وهكذا. أحسنت. يستطيع فعل ذلك. أحسنت بارك الله بك. وكذلك أحد الأخوة يسأل جنابك يقول هل من الممكن أعطاء الخمس إلى الحسينية أو المواكب الحسينية؟ بلي ممكن جدا، لأن هذه من مصارفها. بلي السيد المرجع الله يحفظه. الله يحفظه. نعم يجوز ذلك. يجوز أنه يعطى الخمس إلى الحسينيات أو إلى المواكب، لكن القسم من عدم مو كلها. أي بني بعد يعني أن يأتي صاحب الخمس هذا إلى المكتب. نعم. ويجري حساب الخمس، حين ذاك هو يأخذ منهم إجازة على أنه يصرف هذا المقدار في الحسينية أو يصرف هذا المقدار على الموكب الفلاني، يعني مو من يمه، هذا هو المقصود. لأنه في الخمس أكو مصاريف. بلي. 8 مصاريف عندنا. بلي. أي. زين سيدنا، يعني مو هو ياخذ يطلع الخمس بكيفه ويوديه للحسينية أو للموكب؟ أول مرة يطلع هذا الخمس كأن يكون هو عارف شلون يطلعه، لكن مصرف الخمس لازم يروح إلى مثلا المرجع اللي يقلده ويعطيه إياه ويقول له يا باني عندي كذا مصرف كذا مصرف كذا مصرف، المرجع يعطيه يقول له روح اصرف على هذه. زين سيدنا اذا سمحت لي، هل دفع الخمس ان يكون واجب للاحياء ام للاموات ممكن؟ شلون يعني؟ يعني مثلا على انه انا اريد انطي خمس ونسبه من هذا الخمس هو للساده، وواحد من الساده متوفي، اذا اشيل هذا المبلغ ادفع له صوم وصلاه للسيد؟ لا هذه تختلف. اولا هذا حق شرعي مو مال خاص. نعم. والحق الشرعي يعطى المن إلى الحاكم الشرعي. نعم. هو اللي يتصرف به، هو مال الخاص الحاكم الشرعي. تمام. نعم. أما أنه نفس المعطي للخمس يستخدم هذا الخمس لإعطاء مثلا صوم وصلاة، لا هذا مو من مصارفه أصلا، وإنما ينطي صوم وصلاة للآخرين يستأجرهم من أمواله الخاصة، مو من الأموال اللي يطلعها كخمس، إنما لا مو ملاته، المفروض إنه يطلع. نعم. الصلاة والصوم من أمواله الخاصة مو من أموال الآخرين، هذا الخمس هو أموال الإمام. نعم. يتصرف به نائب الإمام مو هو يتصرف به، هذا الصلاة والصوم باقي العبادات اللي. نعم. ممكن أن يستأجر بها الآخرين يطلعها من أمواله الخاصة، هو يدفع ويدفعها يعني على أنه يروح يسوي مصالحة ويا الحاكم الشرعي ويدفع هذه الأموال. بلي هذه المصالحة فيما لو كان أكو عنده خربطة بحساب الخمس، أو مثلا إجا الموعد المعين وما أنطى. نعم. الخمس مالته. تمام. أو ما أجرى الحساب باليوم اللي حدده أن يكون رأس السنة مالته وتجاوز ذلك، هذا اني يرجع به المن للمرجع اللي يقلده او وكيله، زين، او من ينوب عنه يقول له مثلا اجري معي هذه المصالحه، يجري ويا مصالحه. اما شلون يعني كل راس سنه انا اجي خمس اسوي مصالحه ويا المرجع؟ لا، وانما هذا الربح طلع خرج الربح، هذا خمسه تفضل، هذا الخمس مالته تفضل، هاي الخمس. أحسن. للمرجع اللي يقلده. تمام. كذلك أحد الأخوة يسأل يقول على أنه هو عنده محل أدوات احتياطية مال سيارات، يقول أريد أخمس هذه
هذه الأدوات الاحتياطية، كيف أبدأ بتخميسها؟ بلي أول مرة يجمع هذه المواد الاحتياطية اللي عندي، وهذه يعني يحصيها أول مرة، إحصاء. إحصاء، نعم. وإن لم يتمكن من الإحصاء فعليه أن يجري هذه، يجري الحساب تقديريا بالقيمة التقديرية. يعني مثلا هذا المحل إيش قد بي مادة؟ إذا ما يقدر يحصيها واحدة واحدة شو يقول؟ يقول مثلا هذا المحل بمثلا 100 مليون كجنس، أو 200 مليون كجنس مثلا موجود في هذا المحل بالقيمة التقديرية المقاربة. نعم. هذا الحساب حينئذ شنو يجيبه؟ يم الحاكم الشرعي، أو هو يقدر عنده فد مقدرة شخصية على حساب الخمس يطلع من عنده 20% اللي هو مقدار الخمس 1/5 من هذه القيمة. يعني مثلاً 100 مليون من يقسمها على 5 إيش قد تطلع؟ تطلع 20. نعم. هذه 20 هي مو أمواله، وإنما هي أموال الخمس. أحسنت. بلي. هذا بعد شنو؟ بعد إجراء الحساب، وأن لا يكون قبل ذلك عند رأس سنة، لأنه إذا عند رأس سنة المفروض هذا الحساب ينضاف إلى رأس المال المخمس سابقا، ينضم إلى في رأس السنة ويخرج المخمس منه ويبقى الغير مخمس في هذه السنة ويخمس في أن يقسم على 5 ويخرج منه الخمس. أحسنت. ويعطيه المن للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي حين ذاك حينما يقبض الخمس يقبض من عنده مباشرة، يقسمه إلى شنو؟ قسمين، قسم للإمام وقسم المن لفقراء السادة وأيتامهم وابن سبيلهم والغارمين إلى آخره. تمام. من المسؤول عن التوزيع؟ هو المرجع نفسه مسؤول عن التوزيع. بعض المرات صاحب الخمس يأخذ إجازة من المرجع نفسه في أن يعطي أموال الخمس اللي عنده إلى الفقراء. أحسن، بارك الله بك. أحد الأخوة يقول أنا ناذر على أنه بيوم عرفة أجي مشي لزيارة أبي عبد الله الحسين، يقول بس للأسف ما قاعد أتمكن من المجيء، ماذا أفعل؟ نذر؟ نذر. إذا كان نذر السنة شرعي أي نعم. حين التمكن حينئذ، أو كان محصور مثلا بهذه عرفة مو بغيرها، العجز يسقط النذر. إذا عجز على أن يأتي بما نذر به فالعجز هذا يسقط النذر عنه، لأنه من شروط النذر شنو؟ أن يكون قادرا عليه. تمام. هذا العجز يسقط هذا النذر. أحسن. زين، أنت بما أنه ذكرت إسقاط النذر، من هو الذي من الممكن أن يسقط النذر؟ من الأشخاص يعني؟ أي بلي. وهذه فد مسألة خاصة مثلا بين الرجل وزوجته مثلا. الزوجة إذا نذرت الرجل يستطيع أن يسقط النذر مالتها، وهي حينما تنذر هذا النذر إلى مثلا بعض المرات يكون إلى جنبه مالية. زين، من يا مال إذا كان هي إلها أموال خاصة خو تدفع النذر من أموال الخاصة. نعم. وإن كان ما إلها أموال خاصة من يا أموال من أموال الرجل زوجها. يقول مثلا أنا ما أعطيك، خلاص هذا سقط النذر، أو أسقطت هذا النذر عنك، لأنه هذه أموال بعض المرات تكون أموال شخصية. هذا إذا كان إلى جنبة مالية. إذا لم يكن له جنبة مالية مثلا وحدة نذرة الصوم، هو إذا نذرة الصوم صار واجب عليه. إذا تعارض مع التمكين مثلا مع استمتاعات الرجل. نعم. تمام. حتى هذا مات النذر مالته يسقط، لأن راح يتعارض مع واجب آخر، راح يتزاحم مع واجب آخر. يصير هنا من باب تزاحم الأهم والمهم، جانب الأهم وين؟ هذا جانب الأهم تجيبه. أحسن. جانب المهم. أما الأب هل من ممكن أن يسقط النذر عن أولاده؟ بلي، بالشروط مثل شروط الزوجة، يكون أن يكون أموال لهم. نعم. مثلا ليس لهم أموال خاصة، هم لهم قدرة ذاتية مثلا، ما إلى تعلق الأب ما إلى تعلق بنذوراتهم مثلا،
من هالقبيل هذا. أما لا، إذا كانوا في حوزته تحت رعايته وهو الذي ينفق عليهم ونذوراتهم المالية والبدنية مثلا من عنده، أو تأثر عليه مثلا، لو أن يسقط نذورهم حينئذ. كذلك أحد الأخوة يسأل: ما هو التعامل أو كيف نتعامل مع تارك الصلاة؟ تارك الصلاة وردت في بعض الكتب الروائية وغير الروائية والأخلاقية منها بالذات. تارك الصلاة أولا مجافات هذا تارك الصلاة، لأنه بعض تارك الصلاة على أقسام. نعم. مرة يكون تركه للصلاة هذا عن عناد. نعم. تمام. مرة يكون عن جحود كفر، هو كافر من المسلمين صحيح لكن مرتد كافر، يجحد هذه المسألة. كبعض مثلا بعض الناس اللي يقولون ليش هو من أكو جنة من أكو نار من طلع من قبره مفشخ مثلا، هذه الكلمات مالتهم دولة لازم تكون مجافاتهم. وبعض المرات لا، عاصي مو مجافي ولا جاحد، عاصي عصيان عنده يعني مو عن عناد تام، هذا يناصح زين، ينصحوه يعني هذا الأرحم مالتهم بلي، ينصحوه يقول له يا ابن آدم مثلا هاي كلها دين عليك صلي، يجيبوا له بعض المرغبات هيك يتعاملون له. ربما هو يعرف بهذه المرغبات وربما يعرف انه هذه حرام ويدري بس يكون عاصي. بلي، هنا المكلفين الآخرين في هاي المسألة لازم يكون شنو باتجاه هذا العاصي، أن يتعاملون وياه معاملة خاصة، مو أي معاملة، معاملة خاصة. كان مثلا ما يسلمون عليه إذا مثلا حضروا بمكان، لأنه ما يسلم، ما يعزموا مثلا في مكان الناس عازمين الوادم ما يعازمين هذا، ليش ما يسلم راح يخلون علي أكثر من مؤشر، فد مؤشر يجي حتى يدفعوه إلى أن ينضم إلى مجموعة الناس المصلين. أحسن. تمام لولا، أو ما يقبلون شهادته أو ما يقبلون بلي بعض المسائل والوظائف. أحسنتم، بارك الله بك، شكرا لك سيد، الله يحفظكم إن شاء الله. وكذلك مشاهدين الكرام، شكر موصول لكم، وإلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيد، الله يحفظك. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.